سيذكره التاريخ هنا في يوم وذات مونديال. احتل التاريخ، مباراة للتاريخ. انطلق السلساو عن طريق جيزوس، رمشي جيزوس، جيزوس للتصفيات والنهايات. جاء الهدف، الهدف في كرة وتسديدة، ضاعت الكرة من مروان فيلايني. فيلايني يهدر الكرة، يجيب ركني. الكناري يتألم في صمت بالرأس، الهدف الأول. 1-0 بلسا كومباني، 1-0 بلجيكا. ستشتعل المباراة أكثر. 1-0 على الكرة الثابتة، بلجيكا تسجل هدف جديد. أفضل جيل في تاريخ بلجيكا يعذب اللاتينوس، يعذب الأمسود. أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية قد تخسر ريال المونديال للمرة الرابعة على التوالي. لم نراها أبدا، لم نعشها أبدا. شوف الكرة راسية عكسية عن طريق فرناندينو، جاي عاون فيها على قبربو، هرب له بالفاس. ترجع كرة على طريق ويليان، جول الحارس كورتوا. مباراة فاينل من على تيرات، تيرة عرضية وفرصة التعادل. مش ممكن، ما تقدروا البرازيل، ما تقدروا البرازيل. انطلق مارسيلو بانطلاق الاطراف، يلعب كرة لجابرييل جيسوس للبريمير ليج، يرجع الكرة ممتازة، فريق البرازيلي. كوتينيو جول، الحارس وقف كرة. كوتينيو شوت، والحارس كورتوا يقول له. رجع كرة طيحوا، مشى الشادي بالقوة، اختيارات رائعة للحظة. عزار خرج على اليمين، خرج كرة خطيرة ثاني، جول. هرصة كبيرة لبلجيكا، هرصة كبيرة لبلجيكا من الخطير من هيك. روميلو، 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 الثانية روميلو. ترجع الكرة طويلة، يمشي في دار الدفاع. فيرتونغ، ويليان، 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 ويليان العرضية. فانسون كومباني، يرجع كرة مني، مني وزع، يضربها الروميلو. مارسيلو يبقى يتقدم، مارسيلو يدخل يشوط الحارس. النحس البرازيلي قد يتواصل. نيمار، حاول نيمار، مش يحطها له نيمار، جاب كورنير. الركنية للبرازيل. الشوط الأول رائع، الشوط الأول ممتع. شكرا لهذه المتعة. الفريق البرازيلي كرة ثابتة، يمشي نيمار والدفاع من دي بروين. مش ممكن، الثاني، الثاني والدفاع. خطيرة، ترجع يضرب كرة والدفاع. ما زال الضغط، ما زالت الأفضلية. عملية جذب، عملية مسك. فما هدف فاخر في الشوط هذا، متأكد فما هدف فاخر. روميلو حط الثاني، فرصة الثاني، كيفن دي بروين. الثاني بلجيكا، الثاني بلجيكا، كيفن دي بروين. الشوط لن ينتهي بهدف، فما هدف ثاني توقعته للبرازيل، ولكن استدركت وقلت الكرة أقدام وبالقدم. أروع، ما فماش من هكا، ما أحلاش من هكا، ما خيرش من هكا، ما أزلش من هكا. بلجيكا القليلة بأنصارها تتقدم على البرازيل المحتلة لكازان. زار، زار كنترول، مش يعديه، مش يعديه، مش يعديه، مش يضحك الناس عليه. زاد البرازيل في المونديال، ما زاد المباراة لن تنتهي. جيزوس، والكرة برا يا جابرييل، الكرة برا يا جابرييل. أصبح مسيطر عليه، يمشي مارسيلو للعودة. الكامبوك، والعملاق. ما طول يديك، ما طول يديك، يحسن يديك، ما أحسن يديك. أول مرة البرازيل تجري ورا سكور. يرجع السلساو، هدف يولعها، حتى له الحارس. البرازيل تلاعب كورتوا. تيبو يا تيبو يا تيبو. ريفاف أو برودوم، حتى له بالراس. رجعت الكرة، ومارتينيز يستعد للقضاء على الفريق البرازيلي. أسطورة السامبا مهددة يا سادة، تاريخ السلساو مهدد. إيدن أزار، إيدن أزار، إيدن أزار، إيدن أزار، يرجع بالكرة. كرة دي بروين، دي بروين وأزار، دي بروين وأزار، دي بروين وأزار. والكرة ترجع لبلجيكا. هيا حط الثالث، وغنروحوا الناس الكل يا دي بروين. أنت فقط لا تربح بها. يمشي دي بروين حتى له. وأليسون يقول له خليني، 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 خليك حنين يا كيفن يا دي بروين. قاتل ولا تسقط، مثلما سقط نابليون في معركة واترلو. كادت تكون واترلو. تعرف واترلو عسكريا سياسيا هي خسارة نابليون بونابارت. وبلجيكا تاكل البرازيل حاليا حبة حبان، والأوان لخروج السلساو. فارسون كومباني للمنتخب البرازيلي، هدف يشعل اللعبة. نيمار ما عندوش طريق، تفوق عليه، تفوق عليه، يدخل نيمار. والحكم ماذا يقول؟ يقول العب السرب، يقول العب.
يمشي وليان. الدفاع البلجيكي صار اليوم إيطاليا يا سادة، يا صفرة يا حمراء، ليلة زرق عليك يا برازيل. كوتينيو حط الكرة يمشي واحدة اثنين. الدفاع خطيرة، هيا اقلب المباراة. أوفسايد على نيمار، وكرة من دنازار. دنازار يدخل منطقة الجزاء، ترجع كرة برازيلية. أعتقد المباراة ما زالت مؤهلة لأهداف أخرى، هل هي في اتجاه بلجيكا؟ الكارتون نتيجة كبيرة تاريخية، علما أن أكبر سكور في ماتشات البرازيل بلجيكا 5-0 للسيريساو. فرناندينو توسط كرة على طريق نيمار، كرة خطيرة منطقة الجزاء. يمشي أسرع دب في التاريخ، أول مرة نشوف دب دوب يجري بالسرعة هذه. روميلو لوكاكو، العودة ممكنة. يرجع بالكرة، دار خطيرة الدفاع. نيمار كرة وسط الميدان، يدخل منطقة الجزاء. برافو فانسون كومباني، هو الحل والمشكل في ذات الوقت. يمشي مارسيلو، لفو دار تسجيل في ربع ساعة. يمشي كوتينيو، ترجع من الجدار، تضرب في الدفاع. نيمار فماش تسلل، نيمار ضرب الجزاء. الحكم شي يقول فماش الفار، الحكم نيمار ودور كبير مع كوتينيو. مارسيلو يهرب، مارسيلو يوزع كرة خطيرة. هز على اليمين يحط كرة في العمق، حلوة ولكن الدفاع يجيب الكرة. جابرييل جيسوس يوزع كرة خطيرة بعيدة، والدفاع خطيرة الدخلة والفرصة والحارس وترجع وتطلع، مش ممكن. قبل خراب ريو ما زالت البرازيل في المعركة. مارسيلو هذه خطيرة وهذا جول، فرصة كبيرة. ترجع مستوى 6-7. تمشي كورة خشينة برشا للسيريساو، مراوغة جول. والحكم يقول ضربة مرمى واحتجاج برازيلي. فما ضربة مرمى زفر، ساند الفريق بقوة. تمشي كورة خطيرة، بابا فانسون، برافو. بلجيكا بدأت 10 دقائق لعب شوط ثاني تخوف، هذا الانكماش الدفاعي مع البرازيل راهو تدفع كاش، تسهل المباراة. ترجع كورة مارسيلو للعودة، مارسيلو هذا العفريت اللي يخوف به الصغار روميلو الجرانديسيمو لوكاكو. في 2002 جاء البرازيلي، جاء نيمار، برافو. الضغط الدفاعي والله